سافرنا رفقة المغني والمؤلف فوي فونس من إيرلندا الشمالية، الذي يملك 3 ألبومات موسيقية سمحت له بالقيام بجولة حول العالم خلال السنوات 10 الماضية. مؤخراً قررنا مرافقته خلال رحلته إلى الولايات المتحدة بهدف اكتشاف بعض المدن الأمريكية التي تعتبر من الوجهات المذهلة. في البداية زرنا معه مارسيل شولتز، مسقط رأس الريتم الأمريكي والبلوز، المكان الذي كان يود حقا زيارته. أكثر الأغاني الأسطورية لكل العصور تم تسجيلها هنا في هذه البلدة الصغيرة على ضفاف نهر تينيسي الشهير والجميل. أول محطة زرناها مع فوي فونس كانت استوديو التسجيل فايم، المكان الذي بدأ فيه كل شيء. مرحبا، أنا فوي. مرحبا، أنا ليندا هول. ليندا هول هي زوجة الراحل ريك هول، المنتج الأيقوني ومؤسس استوديو فايم. الكثير من الأعمال الموسيقية المشهورة سجلت هنا، مثل War Letters، من بين أولى أعمال ريتا فرانكلين. ريك كان يحب الموسيقيين الذين تعامل معهم، كما كان محظوظاً أيضاً لأنه وجد فنانين محليين مثل جيمي هوغز وأرتور ألكسندر. عمل أيضاً مع بيرسي سليج. عندما سمع ريك عندما يحب رجل امرأة، عرف أنها ستعرف نجاحاً كبيراً. يبدو وكأن استوديو فايم يمشي في كبسولة زمنية. هذا هو ويلسون بيكيت. أنا أحب هذه الصورة أيضاً، كان من الفضاء الخارجي عندما جاء، أليس كذلك؟ نعم حقاً. الموسيقى التي تم إنتاجها هنا باعت أكثر من 350 مليون شريط في العالم. هذا الأستوديو ما زال يعمل. فوي فونس كان محظوظاً لأنه حصل على فرصة تسجيل إحدى أغانيه مع فرقة فايم الموسيقية. استوديوهات مارسيل شولتز تعتبر من معالم المدينة والسبب في قدوم عدد كبير من الزوار إليها، ولكن هناك الكثير من الأماكن الجميلة في هذه المنطقة أيضاً، مثل مدن فلورنس وشيفيلد وتوسكوم ميبيا في الجنوب، اللواتي يتميزن بسحر لا يمكن إنكاره. هذا واحد من عدة مسارات في المنطقة، الكثير منها خاص بالخيول، لكن هذا يؤدي إلى مأوى صخري كان الهنود الأمريكيون يستخدمونه في السنوات الماضية. كل هذا جزء من سيفن سبرينغ بالقرب من سفوح جبال الأبلاشين. أكيد أنت جائع، دعنا نتناول الطعام. في هذا المكان، أين بالضبط؟ سنجد مكاناً أنا متأكدة. سوزان عرفت على أصحاب نزل سيفن سبرينغ أين يوجد مطعم راتل سناك سالون. مرحبا بك في راتل سناك سالون، كيف حالك؟ أنا فوي، سعيد بلقائك. لطالما أردت شيئا تحت هذه الصخرة. حقا، هل هي موسيقى على المباشر كل أسبوع؟ نعم، الروك تحت الصخرة. بالضبط. نعم، تقول أنك تريد تذوق هذه الصلصة الحارة. إنها حارة نوعاً ما. في كرسي هزاز رجعنا إلى استوديو مارسيل شولتز، حيث سجل كل من رولينج ستونز ورود ستيوارت وبول سيمون وشير، التي عرف ألبومها في 1969 نجاحاً كبيراً. موسيقيو فايم قرروا فتح استوديوهات خاصة بهم هنا في هذا المكان. انظر، لدينا هنا صورة لرولينج ستونز يقفون هنا بالقرب من الشرفة. كان ذلك خلال قضائهم لثلاثة أيام عام 69. إذا نظرت خلفهم سترى أريكة برتقالية كبيرة وكرسي. هذه الأريكة والكرسي في الاستوديو هما أصليان. لكن رولينج ستون كانوا هنا.
بالإضافة إلى تقديمهم لجولات في هذا الجزء المذهل من تاريخ الموسيقى. هؤلاء الأشخاص يعودون أيضاً إلى عمل يفعلونه على أفضل وجه، تسجيل الموسيقى. هذا هو المكان الذي تجلس فيه جميع الفرق للاستماع إلى القطع الموسيقية المسجلة، لأن قاعة التحكم صغيرة جداً. إذن كانوا يجلسون هنا مثل رولينج ستون. ارفعوا الصوت. هناك الكثير من الأشياء التاريخية هنا. أنا أحب ماسل شولتز.